في الاول طبعا لازم ابارك للنادي الاهلي طبعا على الثلاثيه، وبالذات طبعا بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا جدا، كانت غايبه عن الاهلي بقى يعني 2013، يعني اخر بطوله كنت انا موجود فيها 2013 دي مع كابتن محمد يوسف، فهي غايبه بقى لها فتره كبيره. فطبعا اكيد يعني لما هنبارك للنادي الاهلي لازم نبارك لمجلس الاداره طبعا، ورئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، لان هو اتحط في ظروف صعبه جدا جدا الموسم ده بالذات، وكمان تحمل مسؤوليه في انه يجي موسيماني مدير فني في توقيت صعب قوي. وكان في التوقيت ده لو حضرتك يعني لو رجعنا كده هتلاقي كان في التغطية، يعني مش كانت في ناس كتير قوي موضوع الموسيماني انه يجي، كانت في ناس كتير قوي بتتكلم انه ما كانش اختيار مناسب صحيح. في الفتره دي ناس كتير قوي يعني اهلاويه يعني ناس كتير جدا جدا كانت بتتكلم، فده كان ريسك عالي جدا جدا الاختيار ده بالذات. انما هو كان عنده الامانه، يعني كان عنده رؤيه يمكن ما كانش الناس كتير شايفاها، الرؤيه ان الراجل اشتغل في افريقيا كتير، ان الراجل عارف في يعني افريقيا دي كلها اشتغل فيها، ولعب نهائي مع الزمالك وكسب الزمالك في النهائي، فالراجل ده متمرس في القاره الافريقيه. اه طبعا يعني. وكان بالنسبه للراجل برضه كان بالنسبه له كان حاجه كبيره جدا 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 انه يشتغل في النادي الاهلي. يعني الراجل يعني اول ما مسك على طول بارك له رئيس الدوله في جنوب افريقيا. فده لاهميه النادي الاهلي ولحجم النادي الاهلي. فكانت التجربه زي ما قلت لحضرتك في البدايه كان مسؤوليه كبيره جدا عن كابتن الخطيب في اختياره لموسيماني، ولكن الحمد لله رب العالمين تجربه يعني اثبتت نجاحها، وان الراجل الحمد لله يعني في اكتر من مباراه اثبت وجود بشكل كبير جدا بالذات في مباراه الوداد هناك وهنا. فبنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ما ننساش ابدا اللعيبه، جهاز فني طبعا، عمال، جهاز طبي، جهاز اداري، واكيد طبعا جمهور النادي الاهلي.